السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا لوصفة اليوم لدي ريش، كما ترون هنا لدي كم قطعة من الريش، 6 حبات، هذا حسب عدد أفراد الأسرة. نحتاج هنا طبعا التتبيلة بسيطة جدا، العديد من الأشخاص يضعون البهارات، اللحم بهارات مشكلة أو يعني مع الأعشاب العطرية كالريحان والزعتر وإكليل الجبل. تتبيلتي أنا بسيطة جدا لأنني أريد أن تكون نكهة اللحم بسيطة وفي نفس الوقت لذيذة. هنا لدي اللحم، هنا لدي فلفل أسود، فلفل حار حسب الذوق يمكنكم الاستغناء عنه والاكتفاء فقط بالفلفل الأسود. لدي هنا عصير ليمونة كما ترون، هنا لدي 3 فصوص ثوم إلى 4 فصوص، ونحتاج إلى الملح. هنا لدي هذه المطرقة خاصة باللحم، سوف أقوم بهذا الشكل حتى تكون لدينا طبقة خفيفة من اللحم وتشوى بسهولة. هذا كما ترون سوف أكمل باقي. الآن سوف أخلط مكونات التتبيلة والثوم والملح. سوف أخلط الكل. ثم أبدأ في وضع على هذا الشكل. سوف أتركه تقريبا مدة نصف ساعة جانبا، ثم أقوم بشويه. يمكنكم شويه على الفحم أو في المقلاة الخاصة بالشوي. ترش بالقليل من الزيت حتى لا يلتصق اللحم فيها ويشوى. سوف أتركها جانبا مدة، إذا كان لديكم الوقت الكافي اتركوها ساعة إلى ساعتين، إذا لديكم الوقت يعني تقريبا نصف ساعة تكفي. في مقلاة خاصة بالشوي، هنا لدي أنا المقلاة، نضع القليل من الزيت، نضع القليل من الزيت. هنا نشوي اللحم، سوف أتركها حتى تأخذ لون ذهبي من الجهة الأولى، ثم نقلب على الجهة الثانية. أنا هنا دهنت الريش قليلا بالزيت لأن الريش لدي ليس فيها شحم، إذا كان لديكم شحم في الريش فاستغنوا عن الزيت، اكتفوا فقط بشحم الريش لأن الشحم يحافظ على اللحم طري، لهذا أنا أضيف القليل من الزيت حتى لا ينشف اللحم.